انه ليه انت بدي اتحملك؟ يخرب بيتك ما اسالك، تسهري لانصاف الليالي ما بنحكي شي، ما بتفيقي لضحوه منقول يلا معلشي، بتمهيسي بالكنازه والمسرح منعذرك، بتعدي بتتناغشي انت وابني بالسهره مشان لحتى تغيظوني وتجاكروني، انا المره المستوره بقول يلا معلشي مره وجوزها وعبوا يتسامكوا علي، اما انك تردي بوشي واسمح لك تطولي لسانك علي نيعك فش وفش، فهماني ولا ايه؟ بسيطة، شو علي؟ الكلام صفة المتكلم. دخيلك ودخيل سقافتك، الكلام صفة المتكلم، ريت القصي بجنابك يتعلم. ولك شو بكن يا جماعة فاكين على بعضكم إذاعة؟ أصواتكم وصلالي للحارة عيب شو هاد؟ وطوا صوتكم شوي مو حلوة مشان الجيران. تعا اسمع، تعا اسمع مقصوفة العمر تبعك، بنت النعم اللي عم تسمعني على كل إيد النغم. أنا ما سمعتك ولا أمتك من أرضك ولا التكشت فيكي، بس أنت ملقومة من امبارح ومدري شو صاير فيكي. ولك يبعد حمى لهلساني اللي لازم اقص، والله لو تتركني عليها لهالمقوصة لحتى نص جوزي تمص. لك شلون اتركك عليها لك يا ابني؟ لا حول ولا قوة الا بالله، طولي بالك شوي شو بكي؟ لك انت جاي تتبلاني؟ احسن ما تتقوى علي على امك، روح تقوى على مرتك. قليلة الترباية مثل الحرباية. ما بدنا نفهم شو القصة؟ شو الحكاية؟ شو القصة وصال؟ شو بيعرفني؟ سأل أمك مطنة ورنة، قال لو الكلب بيدخل الجنة عمر الحماية ما حبت الكنة. على نصك هلا شبك أمي؟ قليلي لحتى عارف أتصرف. يلي صار إني قلت له لبقت لبسي الكعب العالي بالبيت يا ويصال وتشخلعي فيه، منظره عم ينرفزني وطالعة فيه مثل معسفة الأكابر، قامت الخان ومنتترت بوشي وهي عم تعلك المسكة وقالت لي هذا الحاضر. هلا حلفتك بدينك أنا قلت لك هيك؟ والله يا معروف انا قلت لها امرك مرت عمي حاضر، مو هذا الحاضر، في فرق بين الكلمتين. يون واه واه عليكي، شو انك مبربكه وملوفكه. ايه بسيطه، شو هالشغله المهمه؟ ما حرزك تعملوا لي صرعه انتوا التنتين كل ما برجع من شغلي؟ لا تجمعني معها، هي عم فهمك. ها قال انتوا التنتين، قال شو جاب لجاب، يكون بعلمك انه انا امك وانا الي وضع. كنت حافظي على وضعك حتى نحترم وضعك، بس انت هيك الشر والاذى بطبعك. وقال شو انا اليوم فايقه مبسوطه وحاسه حالي قطقوطه ومشطه شعري ورابطه بشريطه وفرحانه وما حدا قدي وجوزي بده ياخذني على الغوطه، ولما عرفت انك وافقت تاخذني على السيران وقلت لي جهزي حالك فار دمه ولعب سما وركب الجنان. خلصي وليه؟ اردي ركبك الهي ينتعك على نار جهنم وينساك هنيك. خلاص امي خلاص، شو قعد وليش عم تخانيني انت التاني؟ اه نسيت انه انا امك ولي غضب ورضا عليك، ولا هلا صرت تطلب رضا الفرتوكه وتخاف غضبها؟ شو جاب هاد لهاد؟ ولك اخ يا ليتني خطبتك لبنت اختي سوسن، على القليله كانت عالطالعه والناس ما بتعمل لي ارضا ورثا. سامع باذنك سامع؟ لك يا امي يا امي نحن هلا صحيح سوسن سمينه وما بتقدر تطخي وبتنقطع انفاسها، بس على القليله ما بتحط مخها بمخي وراسي براسها. وهيك عم يمضى العمر يا اخوان، بين اخذ ورد وسخافة نسوان، ويا ريت انا فاضي لهالعلاك المصدي، قسما بالله زرت وقت ما عندي. معلوم كون انا بالسوق تاجر وحوصاتي كتيرة، بعلمك رحت بعلمك اجيت، والنهفة ما عاد تقدر تسافر واترك البارود جنب الكبريت. ايه انت التاني بعقلك فيهم كم صوت بيحترموك، احسن ما تبات بعقلك وتاني يوم يجننوك. ولك صدقوني الشغلة مو بالقوة والجفاصة، لأنه الحمار لو بده ايه بيقطع الحياصة، الشغلة بالسياسة والتدبير وساعتها ايه بتشدي التور الهايج بخيط حرير. لا وقال شو الرجال شايف حاله بشواربه، وهو حشات الذكر مثل الأرنب بيخاف من اللي بيلاعبه. ولك يا عمي من طول عمرهم حواء وآدم، واحد قوي والتاني ضعيف، بس يلي عم يخلينا نتألم تبادل الأدوار يا لطيف. ولما الرجال بيجن وبيجعور فهالشغل نقطة ضعفه، وإذا صبرنا عليه اليوم بكرة ما رح نصبر وما رح نوقف بصفه. الحل إنه نورجي النسوان العين الحمراء، والرجال ضروري يكون حيوان أحيانا ولو مرة، وبهالصورة المرة رح تنضبع وبتخاف يسلخها كفين، تنضبط وبترتدع وبيصعدوا الطرفين. والمرأة ما بتجي بالقوة ولا بتحب الضرب والشرشحة، والرجال اللي بيضرب بلوة وما قالوا بهالشي مصلحة، لأنه المرأة إذا سكتت اليوم بتسكت وبراسها موال تقبر عضامي. معلش يا هشام اعمل لي زوم،
انا مسؤولة عن كلامي. منكمل قصتي يا اخوان، حاكم صار في بارازيت وانقطعنا، يا بأداني في صدى يا اما في مين عم بيسمعنا. مو مشكلة سيدي، كمل كمل. بيوم من الايام رجعت على البيت هلكان تعبان من الدكان، لقيت امي بتخنتها زيادة، عم تنفخ مثل الثعبان، عاملة نواحة وردادة وراكدة ورا مرتي مثل طرزان، كأنه عصفور لاحق جرادة بده يصطادها جوعان. انزلي من فوق يا مقوصة، ليش هربتي مني؟ ان شاء الله كل يوم بدك تطبخي هالمقوصة، انزلي تعلمي مني. ما بنزل ما بنزل يا حماتي ما بنزل إلا بحلق الماس. حلق الماس؟ شاي ولاي عليك يا حبلة. شو أعمل لك؟ أنا مثل الحبلاس كل ما كبر بيحلى. انزلي انزلي بلا أخد وعطى، أحسن ما يسفعك بالشحاطة. هلأ أنا بس بدي أفهم إنه أنت منين طالعتي لي بموضة هالضرب؟ كل الحموات ولساناتهم طويلة وبين الكنة وحماتها حرب، بس أنت نازلة فيني سفة مثل الألبان والصرب. يوه عم تعملي حالك مسقفة، تضربي أنت وهالأمثال شو مقرفة. مو مسألة مسقفة، بس أنا بحب أفهم وأتنور، وأنت يا مسكينة من معرفتك بالصحابة بتتردي على عنتر. شو بكي؟ ليش هيك تبلكمتي وعم تطلعي فيني مثل القاء؟ فعلاً وأنا عند كلمتي، إذا لم تستحي ففعل ما تشاء. ورصاصي رصي، انزلي عن فهمي، نزلي لوزي. أبنزل شو خايفة منك؟ بيتي وبيت جوازي. شو بديك؟ واقفين لك شو بدي؟ يا أمي! يا أمي! إن شاء الله حماك الله يخليك. لا ماما! والله ما كسر راسك مرة. يا أمي! هلا أفرجيك. يا أمي! هي شو بكم دحين بعدكم مثل القطة والفارة؟ يا حريق الحديث تبعكم عملتونا شرصة بالحارة. تعال شو بدك؟ ها؟ خلصوني، أنا بتحكي بالأول. لا أنا بالأول. لا أنا بالأول. لا أنا بالأول. أنا بالأول ورجلك على رقبتك. لا تكبري معي شو فهمتي؟ لك فهموني شو عم بصير؟ اسمع أمي، أول ما غلقت وراك باب سقاق بلشت مرتك تناكدني، وقفت قدامي مثل المعلق، شي تجعر بوشي وشي تجاكرني هيك بدون سبب؟ ليش أنا شو قلت لك يا قليلة الأدب؟ معلش وصال، يعني خليني أفهم منها بعدين بفهم منك. تفضلي احكي المعلقة تبعك. سامع؟ عم تسبني؟ عم تقلي معلقة؟ روحي إن شاء الله بتضلي لا معلقة ولا مطلقة إلهي. أمي ببوس رجليكي وقفي لي هالمتر اليوز، خليني أفهم الله يرضى عليكي، ما بقي براسي ولا فيوز. ماشي الحال، هذا يا سيدي طلعت مرتك بعد ما رحت أنت على أوضتها، زينت وتعطرت وتمكيجت ورفعت شعرها وصارت رقبتها مثل رقبة الصوص الممسوعة ونزلت، قلت لها يا بنتي يا وصال لإيش المكياج يا حبيبتي؟ لإيش المكياج بعز النهار؟ شو تقبريني؟ أنت رايحة مشوار. انت قلتي لي تقبريني؟ ايه قلت لك تقبريني. قلتي لي العين الطراقه تطرقك والسفاقه تسفقك، حدا بمكياج عيونه بالازرق وبالورب يروح يشوف عيونك كانه مزرقين من كتر الضرب، هيك قلتي لي. اخرسي هلا وخليني كمل، كلي هوا. ايه بسيطه، سبيني قد ما بدك، واذا اتتك مذمتي من ناقص فهي الشهاده لي باني كامل. سامع سامع، رح تفلقني فلق بهالسقافة تبعها، لا وكل ما بتشوفني منرفزة بتنترني عبارة من عباراتها، تضرب السقافة اللي وصلت لك تضرب. المهم أمي هلأ يعني كمان وصال بتضل مثل بنتك. كش برا وبعيد قال مثل بنتي قال، اي والله أختك بهيرة بتنشرب مع المي العكرة، مو مثل هالحمارة هاي بترد بتمي وشكرة. أمي هاي مو حمارة هاي مرتي، كمان أنت أحيانا بتسبي مسبات يعني الواحد. هلأ أنا هاي أنا مثباتي محبة، مو مثل مرتك هالدبة. ايه محبة، قال حبتني حماتي نيمتني على التنور، بغضتني حماتي نيمتني على الكانون، هون شحار وهنيك شحار. المهم هلا يا جماعة فضولي هالسيرة وقوموا حطولي غدا، أنا جوعان. ليش بالأول أنت عرفت الحق على مين يا حيوان؟ أنا حيوان، أنا ابنك أمي، بعدين شو مناسبة هالألفاظ هلا؟ وأنت التاني مش بدك تتخلى؟ فرح يا معروف، كبر ابنك وجوزتيه ما شاء الله. أمي أنا رجال، ما بفهم بهالمسائل هي. العمى بقلبها على هالوخامة، قلت لها يا حبيبتي يا وصال الله يرضى عليكي امسحي الترابيزات الغبرة عليهم هالسمك سمكة، قامت جعرت بوشي وقالت لي شوفي أنا مالي وخمة وما بدي حدا يعلمني النظافة، أصلا أنا ما كنت أشتغل ببيت أهلي كان عنا صانعة. أنا قلت هيك؟ قلت لها ولك يا روحي يا ضو عيني أنت، حدا بيحط تنكة زريعة فوق المكتبة بتشير المي على الكتب وتسخمها تسخيم،
قامت انتترت وقالت لي شوفي يا معروف، قالت لي معروف، قالت لي شوفي يا معروف، انا اكره علي مين يعلمني، بعدين هذا بيتي وحره فيه انا، وشقلت منخارها للسما. انا سمعت هالكلام حطيت ايدي على تمي وسكتت، قلت يا بنت لا تردي، هاي مجنونه. انا مجنونه؟ ايه الله يسامحك. هلا فضولي هالسيره يا جماعه وخلصوني بقى، قوموا حطوا لي غدا، بدي اكل لي لقمه ونام وارجع على الدكان. يعني ما بدك تسمع مني بس بدك تسمع من امك؟ قولي واختصري خليني اكل لقمه تصمد خصري. يلا هذا يا سيدي نزلت امك على بكره على الدرج وهي لابسه روب لونه سكله ما بلا حرج، عرفته؟ هذا اللي بتضل تلبسه وتتفتل فيه. قلت لها مرت عمي مو حلو غيريه من شان سنك، قالت لي ما بخصك ورصاصي رصك، انت غيرانه مني. بس انا على شو بدي غار منها؟ والله ما فهمت. هيك قالت لك رصاصي رصك من الباب للطاقه؟ امك وبتعرفها؟ لا ما بيعرفني. شلون ما بيعرفك؟ المهم هلا ولما دارت ظهرها شفت شقفة مسكة كبيرة لزقانة على الروب، قمت لحقتها وركضت بفعل حتى انتش المسكة من على روبها، وما شفت لك الا وحدة اندارت علي وسفتني على تمي كف. طبعا بدي اسفك لانك انت ما نتشتي المسكة من على روبي، خليتيني لدير ظهري ونعرتيني. انا ما نعرتك. خلاص يا جماعة قولي انا نعرتك. نعرتيني لكن ما نعرتيني، انا شفتك بالبلور عم تلاوقيني. انا ما لاوقت حدا، كنت عم رطب شفايفي بلساني. مبلا لاوقتيني. ما لاوقتك. لاوقتيني. قلتلك ما لاوقتيني. مبلا. لا مبلا. لا مبلا. خلص مبلا. مبلا عملك لاوقتيني. انا شفتك خلص مبلا. ما لاوقتيني. الله يعافيك يا استاذ عبدالله. رح تشوفوني العوام. لا خلاص 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 رح تعملوني. انت رح تعملوني. انت رح تعملوني. انت رح تعملوني. انت رح وصار فيني مثل الواقع من المقلاية فوق النار، هي امي وهي مرتي وصرت بيناتهم محتار. بصراحة مرتي وصال منظومة وعاقلة، لكن بس تسمع اسم امي بتصير نار شعلة. ومرة من المرات حطيت امي قدامي وحكيتها، لك يا امي ليش هيك انتي؟ ليش هالكتيها لمرتي؟ احسبيها مثل بنتك. بعدين الواعة الكبيرة بتسع الواعة الصغيرة. هلا انا امي امي اسمعيني منيح مشان الله، بعرف انه خلقك ضيق ومزاجك صعب وبدك كل شيء بهالبيت يمشي على مرائك على عيني وراسي، بس هالشي لحتى يتحقق بده وقت، ما بده خناق وعياط ومقت. والله انا بحبها لويصال، بس هي ما عم تخلي لي مجال، وروح قلبها تجاكرني وروح قلبها القيل والقال. معلش امي معلش، طولي بالك عليها، يعني نحن عمر واحد وبدنا نعيشه، خلينا نعيشه مزبوط. وبيني وبينك الكنه بدها كنه، وهي بنت الناس، يعني نحن مجبورين فيها. ايه والله مجبورين يا معروف. يعني انت ما بتنبسطي اذا شفتيها عم تسعد جوزها وتريحه؟ يهلكها. يخلي لي اياكي يا امي ديري بالك عليها، اذا مو كرمالها كرمالي. ولو ايه والله بعد هالحكي لحطها جوات عيوني. اسمعوا على الحكي، قال له لك يا ابني ما كانت الكنه بحضني. كثير حلوه هالمفاهمه بينك وبين الوالده، بس ان شاء الله يكون في فايده. استفدت ولا ما استفدت اخي معروف؟ هلا منشوف. امي شو عم تعملي هون؟ ليش هيك حالتك؟ لك طمنيني رحمتيني. ضربتني على راسي بطاسة الحمام وشدتني من روبي وشقت لي اياها كمان وسبقتني على ايدي بالكشاشة وضربتني برجلة وتزحلطت كمان. امي انتي عن مين عم تحكي؟ عن مرتك ويصال. وامتى صار هذا الشيء؟ اليوم اليوم الصبح بعد ما رحت انت على شغلك. امي مرتي ويصال ما نامت بالبيت، مبارحة بعد ما نمتي حضرتك خبرونا اهلها انه اختها عم تطلق، اما توصلت لعندهم بنص الليل. ما في شك عندي انه رجال تشتيش وبيتقاووا علينا نحن الولايا، وبيرفعوا على راسهم هالطرابيش وبيستوطوا حيط الملايا. لا وكل واحد عامل حاله حكيم وبالفهم عنده اطروحه، وهو والله العظيم ما بيلوح بين ايدينا لوحه. ولو حبينا من دوخه مثل يلي راكب مرجوحه وعمره الدوري ما استرجى يقرب ناحك يا شوحه.